بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعي بكام سبور وين ما كنتم. درب اليد اللي بيشجع مع الترجي والنادي الإفريقي اليوم لحساب الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة كرة اليد. كل التفاصيل الخاصة بهذه المباراة باش تلقاوها معنا في الفيديو. تابعونا للآخر وما تنساوش دعم القناة. يواجه الترجي الرياضي التونسي اليوم الخميس 29 فبراير 2024 انطلاقا من الساعة 5 مساء بقاعة رادس النادي الافريقي في الجولة الاخيرة قبل مرحلة البلاي اوف. المباراة هذه باش تكون منقولة بصفة مباشرة على القناة الوطنية الثانية. حظ موفق للترجي الرياضي التونسي. دعوة لجماهير الترجي باش تبعد على كل انواع العنف والشغب لتجنب معاقبة الفريق في مرحلة التتويج المرحلة المهمة. ان شاء الله الجمهور يكون حاضر بعدد كبير اليوم ويشجع الفريق في دربي العاصمة. شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه. ان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.